يؤذن للصائمين بالإفطار، وها هو المؤذن الدكتور عمر ابن يوسف كمال يتهيأ لرفع أذان المغرب إذانا بغروب شمس يوم من أيام هذا الشهر العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا